Good day my friends. How are you today? أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة. أصدقائي شو حلمتوا امبارح؟ أنا لما كنت نايمة حلمت إنه الشوكة عم تحكي والملعقة بقلب المطبخ كمان عم تحكي. بس هيدا أكيد حلم مش حقيقة. اليوم النص تبعنا كمان مثل الحلم منو حقيقة. It is not reality. بس قبل أنا حابة أعلمكم كم كلمة رح يمرقوا بقلب النص قبل ما نحضروا سوا. جاهزين؟ رح فرجيكم ياهون وأقراهم بالإنجليش ومن بعدها بدنا نتهجى النص ونحضر الفيديو. أول شي عندي الصحون هن البليتس. عيدوا من وراي. بليتس بليتس على صوت عالي. عندي الغطا بقول له ليد ليد. الملعقة يلي باكل فيها يلي أنا حلمت إنه عم تحكي شو بقول له؟ سب سبو سبون سبون. أما الملعقة الكبيرة أو المغرفة يلي أنا بشيل من قلب الطنجرة فيها أكل وبصب صحنة شو بقول له؟ ليدو ليدو. هون عندي هيدا السرير. هون عندي سي بس ما بلفظها صوت، بلفظها ك. كوت كوت يلي هو السرير. شوكة فورك. فإذا شوكة فورك بينما الملعقة شو بقول له؟ سبون. بوت بوت وعاء. سينك سينك. This is the cooking key. سينك يلي هي حوض المغسلة. وهون إذا خبيت أول بارت من الكلمة بتصير بوت وعاء. إذا زدت لها بالأول تي بتصير تي بوت يلي هو إبريق الشاي. إبريق الشاي. فإذن تي بوت إبريق الشاي. عندي كمان سينك حوض المغسلة. بوت وعاء. هلأ رح نشوفهم. فورك شوكة. كوت يلي هو مثل هيدا السرير يلي بإيدي. ليدل يلي هي بمسك فيها الملعقة لحتى صب الصحن. سبون. ليد يلي هي الغطا يلي بحطه. بليت صحون. هلأ رح يمرقوا معنا. بتمنكون هلأ open your eyes well, open your ears well. Let's watch the video together. ومن بعدها بدنا نتهجى النص. شوفكن من بعد الفيديو. A kitchen dream. I once had a dream. Had a dream about a spoon and a fork in a sink. I saw them both swim and swim until their silver eyes turned pink. Then walked in kitchen queen to make her little kitchen clean. And when she saw the swimming team, up she jumped and began to scream. She yelled and ran out the door, and bang, she fell right on the floor. Out came Nurse Lid and Dr. Pod to help Kitchen Queen lie on a cot. Next, Nurse Lid called on Teapot for tea, while Teacup said, "I think you need me.
when Dr. Pot said, "All is fine," Nurse Lid said, "It's time to dine." She had made Kitchen Queen's favorite dish: delicious soup with some yummy fish. "I really wish I could join the team. Too bad, it was just a dream, a dream." أصدقائي خبروني، حبيتوا هذا الفيديو؟ أنا حلمت مبارح مثل ما فرجيتكم بالفيديو، حلمت إنه بقلب الكيتشن بالمطبخ الأدوات اللي بنستخدمها عم يحكوا مع بعض. تعوا سوا هلا نتهجى أول بارت من النص. A kitchen dream يعني حلم. عن شو الحلم؟ عن المطبخ. بيقول التايتل A kitchen dream، هون E A two vowels يلي سبقت ال E بالأول لفصتة dream، a kitchen dream. I هون عندي، تتذكروا هيدا letter one، letter O N E، ال word كلها بقلا one، هيدي بقلا once، زدت C. I once يعني مرة. I once had a dream. Had a dream. About, out, about a spoon. Ooh, ooh, double O. Oon. About a spoon and a fork in a sink. يعني أنا في مرة حلمت، حلمت حلم. About a spoon، عن ملعقة، and a fork، وشوكة، in a sink، بقلب حوض المغسلة. I saw، هيدي الـ A بلفظة O، saw. شو هو saw؟ هيدي الكلمة، شو هي؟ I see، أنا أرى. I saw بالماضي، رأيت بالماضي، هيدي irregular verb، لأنه ما زدت إيدي، ما قلت I seed، قلت I saw، تغيرت كلها. I saw them، I saw them both swim and swim. شفتن اتنيناتن spoon والفورك عم يسبحوا عم يسبحوا. مثل umbrella، until their silver هو اللون الفضي. until their silver عينين eyes، until their silver eyes turned pink. Turned pink until their silver eyes turned pink. بلشوا عينيهم لأنه كانوا عم يسبحوا وفي ماي بقلب السينك، عينيهم كانوا سيلفر، شو صاروا؟ بينك، زهري. Then مين بده يقول لي بهيدي الكلمة الأي شو بلفظها؟ أخذناها قبل. Walk, talk هودي الكلمتين أخذناهم قبل، فيهم A بس بلفظ الـ A O. Then walked هون walked is it an irregular verb؟ No، بالماضي زدت له إيدي، it's a regular verb. بينما saw يلي شفناها هون هيدي it's an irregular verb، كانت C صارت saw بالماضي. Then walked in kitchen queen، كو كو كيو يو بقول له كو ك
queen, then walked in kitchen queen. To make, هون silent e والفاول يلي قبلها شو بيصير فيها بلفظ الصوت الطويل a wake. To wake her little, silent e little kitchen clean. هون لفظت ال e لأنه سبقت two vowels. Then walked in kitchen queen. بعدين مين فات؟ queen يعني ملكة. ملكة المطبخ. فاتت to make her little kitchen clean. حتى تحول أو تجعل هيدا الكيتشن تبعها المطبخ تبعها نظيف. حتى تنظفه. And when she saw the swimming ing swim swimming. هون الـ E والـ A أي اللاتر بدي ألفظ two vowels. مين إجاب الأول؟ الـ E بلفظ الـ E team. And when she saw the swimming team ولما شافت الفريق اللي عم يتسبح مين اللي كان عم يتسبح؟ spoon and fork in the sink. Up she jumped. Up نطت لفوق. She jumped and began to scream. Jumped, jumped and began to scream. هون الـ E بلفظة قبل الـ A. Scream. Up she jumped. نطت لفوق and began to scream. وبلشت تصرخ. ليش؟ لأنه شافت fork و spoon عم يتسبحوا. شي مرة انتو شفتوا شوكة وملعقة عندهم عيون وعم يتسبحوا؟ هيدا حلم. It's not reality. Up she jumped and began to scream. She yelled and ran out the door. She yelled, صرخت, and ran out the door وركضت من الباب. And bang, she fell right, هون الـ G والـ H ما بلفظون, right on the floor, door floor. صرخت وعم تركض من قلب الباب. شو صار؟ And bang, وقعت على الأرض. She fell right on the floor, door floor. Rhyming words بيخلصوا بأصوات متشابهة. Door, floor. أصدقائي هيدا أول بارت من النص رح نقرأ لليوم. رح أرجع أنا أقرأ كل جملة وبديكن تنتبهوا كتير منيح وتعيدوا على صوت عالي لحتى تقروا مثلي. A kitchen dream. I once had a dream. Had a dream. I once had a dream. Had a dream about a spoon and a fork in a sink. About a spoon and a fork in a sink. Spoon, fork, sink. I saw them both swim and swim. I saw them both swim and swim until their silver eyes turned pink. Until their silver eyes turned pink. Then walked in kitchen queen. Then walked in kitchen queen. To make her little kitchen clean. To make her little kitchen clean. And when she saw the swimming team, and when she saw the swimming team, up she jumped and began to scream. Up she jumped and began to scream. She yelled and ran out the door. She yelled and ran out the door. And bang, she fell right on the floor.
and bang, she fell right on the floor. فأذن عندي door, floor, rhyming words, team, scream, im, rhyming words, وعندي clean كمان, clean, team, scream, queen, بتزبط معهم كمان, queen, team, clean, كلهم in, yes, كمان rhyming word. هون عندي sink, pink, sink, pink, هودي كلهم they are rhyming words. Sink, pink, queen, clean, team, scream, door, floor. وهلا نتوقف مع فاصل صغير وبرجع لكم بالفقرة الأخيرة. Kitchen. Spoon. Fork. Sink. وهلا أصدقائي بدنا نكمل قصتنا. تتذكروا أخذنا بالحلقات السابقة بلشنا Town Mouse and Country Mouse. إذا كنت تريد هذا الكتاب يمكنك الحصول عليه من خلال الروابط الموجودة بوصف الفيديو. كنا عم نشوف الفرق بين Town Mouse and Country Mouse. وقلنا نحن إنه هيدا القصة Is it fantasy or reality؟ هل هي من نسج الخيال بخيالنا نتخيلها مثل الدريم يلي شفناه قبل شوي أو هي حقيقة؟ شي مرة شفته فارة لابسة بدلة؟ لا، فإذن هيدا خيال، it is fantasy. نرجع نقرأ القصة على السريع تنتذكرها سوا. Once upon a time there were two mice. Country mouse lived in the country. Town mouse lived in the town. Country mouse and town mouse. One day town mouse went to see country mouse. What a funny house, said town mouse. What funny food, what a funny bed. شو صارت؟ تقول town mouse صارت تتمسخر وتضحك على country mouse. تقول له شو هيدا التخت السرير بيضحك، شو هالأكل اللي بيضحكه؟ لأنه town mouse وين عايش بالتاون، بينما الكونتري ماوس حياتها بتختلف عنه لأنها عايشة بالكونتري. The two mice went for a walk. Suddenly they heard a noise. شو صار؟ سمعوا صوت؟ شو قولكن؟ أي حيوان؟ What's that? said town mouse. سألها يلي جاي من المدينة شو هيدا الصوت؟ شو هيدا؟ It's only a cow. هيدي بقرة, said country mouse. But town mouse was very frightened. كان كتير خايف. ليش؟ لأنه هو عادة بالمدينة نحن منشوف شي بقرة؟ ما منشوف. It is in the country. Then they heard another noise. شو سمعوا another noise؟ What's this? It's a goose. What's that? said town mouse. It's only a goose, said town mouse, said country mouse. But town mouse was very frightened. كمان خاف town mouse لأنه هو عادة بالمدينة منشوف نحن شي goose؟ ما منشوفه ولا cow. وهلأ مين إجا تطلعوا؟ Look at the picture. This is the owl. Then they heard another noise. Whoa, what's that? said town mouse. It's the owl, said country mouse. Run as fast as you can. قالت له هروب قد ما فيك بسرعة لأنه إجا الأول ليون.
لحتى يمسكن ويأكلن. وهربوا لوين راحوا؟ طلعوا شو مكتوب هون على الأرمة؟ تاون. راحوا على التاون. I don't like it in the country, said town mouse. قال لا أنا ما بحب فوق بالكونتري لأنه هو معود على المدينة. Come with me back to the town. So off they went. وراحوا سوا. Where did they go? They went to the town. What a funny house, said country mouse. وهلا the country mouse كمان منا معودة على التاون ومنا معودة تشوف بد مثل هيدا like this. مش معودة تشوف سرير مثل هيدا ولا أكل مثل هودي لأنه بالكونتري تاكل غير أكل وبتنام على سرير شكله مختلف. What funny food! What a funny bed! كمان صارت تضحك على التخت السرير وعلى الأكل. The two mice went for a walk. وراحوا هلأ يتمشوا وين؟ مش بالكونتري تاون. وشو في بقلب التاون؟ طلعوا في ناس عم يمشوا، في سيارات. Suddenly they heard a noise. Barp, barp. What's that? said country mouse. سألت country mouse شو هيدا الصوت؟ شو قولكن؟ مين بيعمل هيك صوت؟ سيارات. راحوا هني على التاون وهلأ في سيارات حواليهم. قولكن معقول سيارات يطلعوا عليهم؟ ما بعرف، بدنا نكملها بالحلقة المقبلة. خليكن معي للحلقة المقبلة وتذكروا شو صار حتى نشوف إذا رح يبقوا عايشين بقلب التاون أو معقول تجي السيارة وتتحسن أو تطلع فوقهم لأنه في سيارات وفي عالم بالتاون. منكملها مرة جاي. ما تنسوا، Is it real or fantasy؟ هل هي حقيقية هيدي القصة؟ هل منشوف نحن الفيران عم يتمشوا مع بعض ويحكوا؟ It is fantasy. أنا هلأ بدي ودعكم، بشوفكم بالحلقة المقبلة. ما تنسوا كل شي تعلمني. باي. Cats sleep anywhere, any table, any chair. Cats sleep anywhere, any table, any chair. Top of piano, window ledge. In the middle, on the edge. Open drawer, empty shoe. Anybody's lap will do. Fitted in a cardboard box. In the cupboard with your frocks. Anywhere, anywhere, they